المسجد الإبراهيمي الشريف يعيش حالة اليوم لم يبصر مثيلها المواطنون منذ مجزرة عام 94، فالانتقال من العمل المؤقت اللحظي وردات الفعل إلى الاستراتيجية والتنظيم المسبق لحمايته من التهويد وسياسات الاحتلال لتهجير المواطنين صورة تسيدت الموقف. وموجودين مع الحرم الإبراهيمي وموجودين في الفوار وفي العروب وفي يطا وفي كل الأماكن اللي بحاول الاحتلال أن يستهدفها، ولكن واضح للعيان وواضح للجميع أنه إسرائيل بحكومتها الحالية حكومة الاحتلال بدل أن تختار طريق السلام، طريق المفاوضات، طريق إنهاء الصراع، طريق إنهاء النزاع، اختارت الطريق الآخر، طريق الاستيطان، طريق القتل، طريق التدمير، هدم البيوت، مصادرة الأراضي، زيادة الحواجز، الاعتداء على حريات الناس، الاجتياحات المطلقة، ورفض كل الالتزامات الدولية أو تنفيذ كل القرارات الدولية. وبالتالي القيادة السياسية ممثلة في فخامة الرئيس أبو مازن متمسكة وتتحرك في هذا الإطار. وآخر شيء كان اللي هو المؤتمر الدولي أو آليات لمؤتمر دولي، الاجتماع اللي حصل في باريس واللي بنأمل أن يسفر عن شيء في الفترة القادمة. يعني الحقيقة أن الاحتلال يحاول أن يجرنا إلى المربع الديني والصراع الديني والصراع الطائفي، وهذا مستفيد منه الاحتلال وحده. لهذا نحن بادرنا، اقتحمنا هذا المجال، وخاصة فيما يتعلق موضوع الأوقاف والحرم الإبراهيمي والمسجد الأقصى والمساجد بشكل عام، وقلنا أن يعني كل ما يتعلق بهذا الملف هو ملف السلطة، ملف الوزارات، ملف الأوقاف، ملف المحافظ، ملف الأجهزة الأمنية، لا فرق في ذلك. لهذا نحن بنشرف حاليا وبشكل مباشر وبتعاون من خلال وزارة الأوقاف على كل النشاطات الدينية في الحرم الإبراهيمي، وأيضا التواجد وتعزيز الموظفين والعمل الخيري والإفطارات والإتكية والوجبات التي تقدم والأنشطة الدينية والثقافية والتوعوية. لا يستطيع الاحتلال في هذه الحالة أن يعني يجد له مكانا أو متسعا أو مكان للهجوم علينا، وبالتالي ارتقت هذه المسألة. لهذا نجد اليوم الإقبال 13 ألف مصلي في المسجد الإبراهيمي في الجمعة الأخيرة، هذا لم يكن على الإطلاق لولا سحب كل الذرائع والمخاوف وأيضا توجه الناس بالألاف إلى الحرم والصلاة هناك، وأيضا وجود الموظفين ووجود المراقبين ووجود أيضا الأمن المدني في المنطقة وهم يعملون بشكل طبيعي. نحن نريد أن نعزز صمودنا، نريد أن نعزز وجودنا، لا يجب أن نعطي المبرر حتى تكون هذه الأماكن وهذه المساجد فريسة فقط للاحتلال. لذلك نحن طلبنا من الأوقاف أن تقف على رأس عملها وأن تكون مسؤولة وتشرف على كل العمل الخيري والثقافي والديني والتوعوي والوجبات وكل ذلك، وتقوم بتسيير الرحلات وتسيير الباصات وتتحمل هي هذه المسؤولية. ووجدت الدعم من جميع الجهات ومن رجال الخير أيضا بهذا الاتجاه، واليوم والحمد لله الأمور في تقدم. نريد أن نستمر. مشاريع ونشاطات عملت عليها وزارة الأوقاف والمحافظة والبلدية ومؤسسات مختلفة تقودنا اليوم نحو دور أكبر للمواطنين بالثبات وتجديد العهد والولاء لحماية البلدة القديمة وقلبها النابض المسجد الإبراهيمي. فعلى المواطنين واجب اليوم التفاعل مع الاستراتيجيات التي تنتهج لتجسيد روح الوطن مع المواطن لحماية الأرض والمقدسات.